عليكم، لا تنسوا لايك واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. قصتنا اليوم كتكوت والقطة الشريرة. حكي أن كتكوت الصغير لم يصغي إلى كلام أمه، ودائما يبقى منزعجا من ملاحظات أمه. قال كتكوت: ما هذا يا أمي؟ لم أعد صغيرا. ردت عليه الأم وقالت: أنا أخاف عليك يا كتكوت. غضب كتكوت وقال: سأخرج للعب بعيدا. قالت له أمه: عد يا كتكوت، اللعب في الخارج يعرضك للخطر. ولكن كتكوت لم يصغي وتابع سيره. وبينما يلعب كتكوت في البستان، رأته قطة كبيرة. قالت القطة: كم هي لذيذة هذه الوجبة. وافق كتكوت وأسرع يجري مع القطة التي بدأت تلعب وتتظاهر بالفرح. اقتربت القطة من كتكوت وقالت له: تعال أيها الكتكوت الصغير والعب معي. قالت القطة الشريرة: كم هو ممتع اللعب معك يا كتكوت، اقترب مني أكثر. خرجت أم كتكوت تبحث عنه فلم تجده، فشعرت أن هناك خطر ما يقترب من صغيرها. وأسرعت الأم تبحث عن صغيرها في كل مكان وهي قلقة وخائفة. في هذه الأثناء أسرعت القطة تجري خلف كتكوت تريد افتراسه. سمعت الأم صوت صغيرها يملأ المكان. انقضت الأم أمام القطة وقد نفشت ريشها وفتحت فمها بوجه القطة. خافت القطة كثيرا وتعجبت من جرأة الأم، فتراجعت إلى الخلف ثم هربت. شعر الكتكوت بالندم أنه خالف كلام أمه واعتذر منها وعدد ألا يكررها. أصدقائي، أتمنى أن تعجبكم القصة وأن تصغوا إلى كلام أمكم.